التعقدات اللي جوانا. طيب معانا محمد الشرقاوي الصحفي بالمصري اليوم من البرازيل. محمد اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. ردود الفعل عندك ايه في الاولمبياد؟ يعني عندك الصحافة العالمية وعندك ايضا الفرق المختلفة المتنافسة وعندك الجمهور يعني عندك اطراف مختلفة، كيف تابعت هذه الاطراف المختلفة المباراة بين المصري والاسرائيلي، مباراة الجودو واللي رفض فيها اسلام الشهابي انه يسلم على اللاعب الاسرائيلي؟ احنا شفنا اثناء المباراة حصل نوع من الصفير، او بعد المباراة لما اللاعب الاسرائيلي حاول يسلم على اللاعب المصري واللاعب المصري رفض، الجمهور كان بيصفر دليل على اعتراضه. اولا انا مبدئيا مؤيد لموقف اسلام الشهابي بعدم مصافحه اللاعب الاسرائيلي، ده راي شخصي ليا انا كمحمد الشرقاوي، ولكن وسائل الاعلام هنا في اوروبا او في البرازيل الناس مش متفهمين الموقف اللي عمله اسلام، شايفين ان ديت فيها نوع من انواع العنصريه ضد اليهوديه او ضد الاسرائيليين. امبارح اسلام مثل للتحقيق قدام لجنه القيم التابعه للجنه الاولمبيه الدوليه، وحضر معاه العريان نائب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، ولكنهم رفضوا حضوره مع اللاعب. سالوا اسلام عده اسئله او قالوا له انت ما صفحتش اللعيب الاسرائيلي وده مخالف، قال لهم قانون اللعبه ما بيجبرنيش ان انا اصافح اي منافسيه، انا مجرد ان انا اشاور خبراتي بس. قالوا له طب ده لو كان لعيب جزائري او تونسي كنت هترفض تسلم عليه؟ فرفض الاجابه. قالوا له طيب ده لو كان لعيب ما هواش يهودي، لو ديانته ما هياش يهوديه هل كنت هترفض برضه تتكلم عليه؟ برضه رفض الاجابه. المفروض ان لجنه القيم باللجنه الاولمبيه الدوليه هتاخد القرار خلال ساعات، يعني يمكن النهارده بالليل او بكره على اقصى تقدير بخصوص الموقف من اللاعب، ولكن لجنه القيم متفهمه تماما الموقف الرسمي للجنه الاولمبيه المصريه. حضرتك عارفه اللجنه الاولمبيه المصريه طلعت بيان على طول بعد بالظبط، ثم طلعوا بيان قالوا احنا ده رد فعل شخصي من اللاعب. بالظبط، ان ده تصرف شخصي وان ما هواش فيه مش توجه رسمي من اللجنه الاولمبيه الدوليه، وان هم بلغوا اللاعب انه ده ماتش رياضه ملوش اي علاقه بالسياسه، لان حضرتك لو ما كانتش اللجنه الاولمبيه المصريه عملت كده وبرأت موقفها كان ممكن الرياضه المصريه تتوقف سنه او سنتين على الاقل، لان ميثاق الميثاق الاولمبي بيدعو ل يعني التقارب بين الشعوب وملوش دعوه بيه اي خلافات سياسيه او اي توجهات دينيه، ملوش دعوه باي مبررات او اي خلفيات او اي تاريخ او اي حاجه من دي خالص. الميثاق الاولمبي يعني الناس هنا في اي دوره اولمبيه كله زي بعضه، بيسيبوا خلافات بره القاره الاولمبيه او الملاعب اللي بتقام تحت مظله العالم الاولمبي. طيب أشكرك محمد الشرقاوي الصحفي الزميل من جريدة المصري اليوم من ريو دي جانيرو. معنا